بتجينا في العياده، بصي يا دكتوره انا صاحبتي اخذت المنشط الفلاني وحملت عليه، انا هاخده. وفي بقى اللي بتجينا بعد المرحله دي، انا خدت المنشط الفلاني لان بنت خاله عمتي قالت لي لازم تاخديه، وهو ده المنشط اللي بيحصل عليه الحمل. ومش عارفه مين وصفت لي قالت لي خدي الحقنه الفلانيه دي، خدتها فلانه وحصل الحمل بسرعه. ارجوكم يا جماعه الكلام اللي هيتقال النهارده مهم جدا، لو ناويه تاخدي منشطات بدون اشراف طبي وبدون متابعه طبيه، الكلام ده لازم تسمعيه، وهي المخاطر المحتمله والمتوقعه ونقدر ازاي نتجنبها. معاكم النهارده الدكتوره ريهام الشال، اخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري، واحنا النهارده في وسط عائلتنا معاكم. اهلا بيكم في عائله طبيبتي. لما قبل كده اتكلمنا عن متابعه الطبيب متى تكون ناجحه، فبدون متابعه طبيه فانت كده بتتكلمي عن منشط اتاخد من غير ما نعرف، وطلع لنا كام بويضه، عددهم كان جيد ولا لا، عددهم مناسب ولا لا، مقاساتهم كويسه ولا لا، الميعاد اللي طلع فيه البويضات وطلعت وانتهت واتفجرت ولا اتفجرتش، وهنحتاج حقنه تبريد ولا مش هنحتاج، هنحتاج نغير البروتوكول ولا لا. قصه كبيره قوي، سيبك بقى من القصه دي واركنيها على جنب، دي موجوده في درس كامل وشرحنا فيه كل حاجه بالتفصيل. لكن ندخل بقى في المهم، المخاطر اللي هي مخاطر فعلا بمعنى الكلمه. المخاطر في اهم حاجه ممكن اننا نشوفها حاجه اسمها او حاله من حالات فرط التنشيط. فرط التنشيط ليه مشاكل كتير، مشاكل ان هو يحصل فرط التنشيط نفسه، ودي هوصف لكم كده قصه. ان في حاله من الحالات جات لي قالت يا دكتوره انا قريبتي اخذت 5 حقن وحصل الحمل، بس هي دلوقتي عندها ميه على الرئه. سمعتوا الكلمه؟ يعني الموضوع ممكن يوصل ان يكون في مشاكل تدخلها في مشاكل في التنفس، وحتى انها ممكن تعملها اضطرابات، توصلنا اننا نحجزها في مستشفى، ومش في اي مكان، في مستشفى في العنايه المركزه. ايه ده، الموضوع خطير للدرجه دي؟ في ناس استجابتهم ممكن تبقى بالشكل العنيف ده، في ناس ممكن الاستجابه تحصل مع اقل من الجرعه دي، في حين ان في ناس بنديهم بال10 وال15 حقنه وما بيديناش نتيجه، بيدونا بويضه واحده مثلا بالكتير. ايه ده، يعني الكلام ده خطر فعلا؟ عشان كده بنقول لازم متابعه طبيه، لازم يكون تحت اشراف طبي. طب فرط التنشيط ممكن يعملنا ايه تاني؟ فرط التنشيط ممكن يعملنا اكياس على المبايض، ونلاقي نفسنا خرجنا من المنشطات باكياس على المبايض. الاكياس دي احيانا بتكبر لدرجه انها ممكن تعمل التواء في المبيض نفسه، تاخد المبيض وتلف بيه، ودي كارثه طبيه في حد ذاتها، وبتحتاج مننا طبعا تدخلات جراحيه، واحيانا بنحاول اننا نكونزرف، لكن للاسف في حالات كتيره جدا ما بنقدرش حتى اننا ننقذ المبيض نفسه. فتخيلي احنا ممكن نخسر ايه. الموضوع مش تخويف، الموضوع تحذير. من ضمن المخاطر ايضا، وخلينا بقى نرجع كده نهدي الدنيا شويه، خلينا نقول ان سيده بتاخد هرمونات في جسمها اللي هو اصلا منضبط الهرمونات، يعني هي مش محتاجه منشطات، وبتاخدها يعني طبيبها ناجح وكل حاجه كويسه، وحصل ان دخلت هذا القدر من الهرمونات. احنا ما نعرفش الهرمونات دي ممكن تعمل ايه، ممكن يكون تاثيرها عليكي عامل ازاي. انت رغبتك دايره، انت عملتي شويه كده اضطرابات بدون داعي، بدون سبب طبي. فيعني احكي لكم بقى على اخر حاله من الحالات، واكتر حاجه من الحاجات اللي بتخوفنا، وهي حاله اخذت المنشط وهي حامل. ايه اللي حصل؟ احكي لكم. الحاله جات لي بعد ما كانت الدوره بتاعتها خلصت، وكانت بادئه تنشيط، بادئه واخده علاج المنشطات. فانا بتابع السونار، السونار مش مريحني، يعني هي واخده المنشط من نفسها، ولكن اللي قلقها ان بدا ينزل عليها دم، عشان كده جت عشان نعمل السونار عشان نطمن ايه اللي بيحصل. مش مرتاحه، ده مش شكل سونار طبيعي، ده مش شكل انتاج طبيعي، وطبعا يعني للاسف مفيش اي حاجه تساعدني في الكلمه اللي هقولها دلوقتي. فقلت لها معلش لو سمحتي بقى خديني على قد عقلي كده، وروحي اعملي اختبار حمل بالارقام. طبعا بقى يعني انا عايزه اوريكم، كان في فيديو من الفيديوهات العيانه هنا قالت لنا كلام لطيف قوي لما قلنا لها روحي اعملي اختبار حمل بالارقام، ويعني كان رد سيء جدا. لكن الحاله دي كانت معانا بقى في العياده، فعرفنا نرد عليها وعرفنا نكلمها وقلنا لها اعملي الاختبار، الاختبار هيطمننا على حاجات مهمه قد تكون وارده لكنها نادره جدا جدا ولازم تتعمل. سالناها سؤال مهم برضو عن الدوره اللي فاتت، واكتشفنا ان هي ما كانتش دوره صحيحه، يعني ما كانتش دوره بالصفات الكامله ليها. وللاسف للاسف للاسف، وانا بقول للاسف مليون مره، ان اختبار الحمل اللي طلع كان اختبار حمل ايجابي، وان الدوره اللي كانت نازله دي كانت نازله بشكل غير طبيعي، لانها مش دوره، لانها ده بنسميه دم الاجهاض المنذر، او علامه من علامات الخطر في الحمل اللي كانت تستدعي مننا اننا نديها مثبتات. وانها كانت دلوقتي حامل، هي حامل وللاسف بتاخد ادويه تثبط انتاج الاجنه، يعني في نوع من انواع المنشطات كده بيؤذي الاجنه بشكل مش لطيف خالص خالص. فيعني ارجوكم ارجوكم، اللي حصل مع حاله زي دي هي حاله نادره، ما بنشوفهاش كتير ومش موجوده كل يوم، بس لازم اشراف طبي، لازم مراجعه طبيه، لازم تنبيه مننا كاطباء ان انت يوم ما تفكري تاخدي منشطات تاخديها على دوره طبيعيه وصحيحه، ودوره انت متاكده ان هي دوره. وقلنا مليون مره قبل كده اي دم ينزل في وقت غير طبيعي هو دم يستدعي منك اختبار الحمل طالما متجوزه،
جوزك موجود يا اهلا وسهلا خلاص يا جماعه نعمل اختبار الحمل، غير كده ما تعمليش اختبار حمل، ارتاحي يا ستي اطمني. انما غير كده ارجوكم لما نقول اختبار حمل سيده متزوجه ما تستغربش وتستهجن وتتعامل مع الاطباء على انهم ناس هيستفيدوا من تكلفه التحليل اللي هي هتعمله اصلا في معمل جنب بيتهم، يعني احنا ما نعرفش اصلا التحليل ده هيتعمل فين. فيعني رجاء ساعدوا الاطباء عشان يوصلوا النتائج تساعدكم، لان انتوا الاهم، انتوا الخطوه الخلاصه، انتوا المنتج النهائي اللي احنا عايزين نوصل له بصحه سليمه وبافضل نتائج ممكنه ان شاء الله باذن الله. يعني قريب جدا هيكون النونو موجود وتكوني بتسمعي حلقات تانية خالص غير الحلقات دي، هتكوني بتسمعي بقى حلقات 9 شهور فرحه. اشوفكم على خير، اضغطي علامه اللايك، عرفي الناس يعني ايه تاخد تنشيط من غير ما تكون محتاجاه ومن غير متابعه تبويض، وشاركينا في التعليقات حصل الموقف زي كده مشابه في اي مكان، واحكي لنا اسئلتك اللي هنحاول نجاوب عليها.